صباح الخير من جديد. وبعد الرياضة دخلنا بموضوع التغذية اللي اليوم رح نحكي تحديدا عنه، عن نظارة البشرة وكيف ممكن كل واحد فينا يتمتع بنظارة وحيوية مش بس بجمال، لأنه البشرة بتعكس قديش صحتنا كمان كويسة. كل التفاصيل، المواد الغذائية اللي لازم نركز عليها، الأشياء اللي لازم ما نركز عليها ونبتعد عنها حتى نتمتع بنظارة البشرة، رح تكون من خلال أخصائية التغذية رند بلاسي. صباح الخير رند. صباح الخير إلكسندرا. صباح الخير. شوفي أقول لك، أنا مرة عملت دايت، اوكي، بس مش عند اخصائيه دايت، انا هيك يعني قررت اني ما اكل، قمت نحفت كثير وفعلا فقدت نضاره بشرتي. فبتذكر مره لما سالت اخصائيه تغذيه من صديقاتي، قالت لي مش النحف اللي ممكن انه يخليك انه تفقدي نضاره بشرتك، الاغذيه اللي ما ركزتي عليها، لانه لازم نركز حتى على شغلات معينه حتى لو بدنا ننحف، بس تضلوا بشرتنا طبعا فيها قلق. مظبوطة. صح صح مظبوط. هلا شوفي، انا كثير بلاحظ من الستات اللي بيجوا عندي على العياده، اول ما يبلشوا بكون وجههم كثير باهت، يعني بتحسي وجههم مش نظر. مع الوقت لما نصيروا ياكلوا الفواكه ويصيروا يشربوا مي، لانهم ما بيكونوا عم ياكلوا فواكه، يمكن يمر عليهم اسبوع كامل تكون ماكله بس حصه فواكه واحده. طبعا هذا شيء كثير غلط، فهذا برضه كمان بياثر بشحوب البشره، بياثر انه ما عم تاخذ الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها، فبالتالي بتصير بشرتها باهته ومش نظره. صح، لانه في اشخاص بنلاقيهم بيتمتعوا بجسم هيك رشيق، وزن يعني مش عالي، ولكن بشرتهم ما شاء الله يعني بتكون هيك نضره. صح مزبوط. اليوم كلنا هيك بدنا نعرف الطريقه. هلا نشوف. اول شيء رند، ايش انت اعطيتي، جايبيت لنا اليوم معك عينات من المواد الغذائيه اللي لازم نركز عليها والفيتامينات اللي موجوده فيها حتى نتمتع بنضاره بشره، بلش نحكي عنهم شوي شوي. هلا بالبدايه هي التغذيه كثير بتلعب دور ببشرتنا. هلا في اسباب ثانيه بتاثر بنظاره البشره غير التغذيه، سلوكيات برضه كمان ممكن يكون في عنده مشاكل بالهرمونات، امراض معينه بتاثر برضه كمان بالبشره. نحن رح نحكي جانب التغذيه. هلا التغذيه بياثر اكيد طبعا كمان على البشره، قله النوم طبعا، كل هدول بياثروا، رح نحكي عنهم. نعم. هلا بالنسبه للتغذيه، هلا عباره يعني هي الحجر الاساسي التغذيه في البشره، يعني زي كيف نحكي احنا المراه اللي بتعكس من جوا شو بالداخل الحاله التغذويه، بالضبط هيك هي التغذيه. تمام. فنحن اذا كانت تغذيتنا كثير منيحه، عم ناخذ كل الفيتامينات والمعادن، رح تكون بشرتنا كثير نظره وما فيها اي بهتان ان شاء الله يا رب. يلا هلا من اهم الفيتامينات اللي نحن بنحتاجها والمعادن بنظاره البشره، عندنا اهم شيء فيتامين اي، وعندنا كمان فيتامين اي وفيتامين سي، هذول من اهم الفيتامينات اي واي وسي، وبرضه كمان ممكن كمان فيتامين كي بيدخل برضه كمان بنظاره البشره. تمام. هلا بالنسبه للمعادن، عندنا الزنك والسيلينيوم، هذول من اكثر الشغلات اللي يعني، والحديد كمان، هذول كثير مهمين لنظاره البشره. هلا السيلينيوم انا جديده عرفت عنه برضه من اخصائيه التغذيه، يمكن قرات شوي انه هو ماده موجوده بالجسم بس اوقات كثير لازم نعززها. صح؟ طبعا. السيلينيوم وين موجود هيك بما انه ممكن استاذ المشاهدين؟ هلا السيلينيوم كثير برضه كمان هو مربوط كمان مع الزنك، كثير في شغلات فيها نقص مثلا مثل المكسرات وهي الشغلات، اذا كان في عندنا نقص فيهم مثلا ما عم ناخذهم، رح يكون في عندنا مثلا على سبيل المثال الزنك بساقط الشعر، والحديد برضه كمان ساقط الشعر، يعني له اعراض النقص، والاظافر برضه كمان بيلعب دور بالشعر وبالاظافر، فهو غالبا موجود في المكسرات. والمكسرات والجوز اللي احنا بناكلها بناكلها كلياتها محمصة، بتكون محمصة ما بنستفيد. المفروض احنا ناخذ الرو. تمام. اللي هي اللي بتكون مش عليها ولا اي اضافات. تمام. اوكي. يلا هلا اذا بدنا نبلش، هلا انت حطيت لي المي. هلا المي هي بالدرجة الأولى، احنا دائما بننساها بس هي أهم شيء، يعني تقريبا احنا مكونات من مكونات جسمنا المي 70%، فبالتالي قلة المي ممكن كثير تعمل جفاف، جفاف بالبشرة، بالإضافة ممكن تعمل كمان حبوب الشباب، هاي من الشغلات اللي هي قلة المي ممكن تعملها، وهي بتدخل في كثير عمليات حيوية جوا جسمنا، فبالتالي لازم نشرب مي كحد أدنى، يعني فيكي تحكي الاثنين من 6 لـ 8 كاسات. بخرج بقول لي اشربي مي، على فكره انا عطشانه. بما اني عطشانه بصير اشرب لك الميات اللي جبتي لنا اياهم. صحه وعافيه. اوكي. ف وهلا منيح كويس بلش يدفي الطقس، فما في حجه، لانه اوقات كثير بقولوا بالشتاء ما بيجي على بالهم. هلا انا بشوف كثير في ناس بيشربوا المي لما جسمهم يطلب المي، هلا نحن مش مفروض نشرب المي بس لما نحس نحن حالنا عطشانين، المفروض نحن دائما نشرب المي، نعاير لان مثلا على سبيل المثال انينه مي فيها مثلا على سبيل المثال لتر، ونحط منها 2 باليوم ولازم نخلصها كامله. كل شوي بنشرب لنا كل ساعتين يعني. لو شربنا كاسه كثير منيح. تمام. يعني حد ادنى حكينا من 6 لـ 8 كاسات الرينج.
مش لازم نقلل اكثر من هيك عشان رطوبه البشره. تمام، اتفقنا على المي. اوكي، هلا بدنا نحكي عن كمان عن الجزر. عن الجزر، الجزر كثير بيحكوا عنه كثير منيح، وهو مزبوط انه كثير منيح لانه فيه البيتا كاروتين اللي هو من يعني اشكال الفيتامين اي، فبالتالي نحن لازم ندخل الجزر، ممكن ندخله كعصير، ممكن ندخله كشرحات كسناك يعني، ممكن يعني في له كثير فوائد، فلازم ناخذ الجزر بالاضافه لنسبه السوائل والالياف. نقدر ناخذه بشكل يومي، ما في مشكله. الجزر لو اخذناه بشكل يومي طبعا ما في مشكله. ما في مشكله. عم بشوف كمان بذور الشيا، صح؟ هلا هاي شوي بتفرق عن الشيا، هاي بنسميها ولا بذر الكتان. هاي انا بقى الكتان اشوف. هلا مثلا الكتان من عندي بعيد عنها شوي. اوكي، الكتان ايش في بذور الكتان؟ هلا بذر الكتان كثير مفيد، بس نحن لازم نطحنه عشان هو فيه زيوت طياره. اذا ما طحناه يعني ما صعب قرشه اول شيء، وبالتالي ما رح ناخذ كمان كل الزيوت اللي نستفيد منها. يعني انا بشوفهم برشوا رش على السلطه وهيك، بس هيك ما بيستفيدوا منه. هلا هو لازم طحنه كمان مش قبل بوقت كثير، يعني لازم يعني قبل ما بدك تحطيه على السلطه او على اي شيء بدك تستخدميه، لازم قبل يعني قبل بنتفه تطحنيه بعدين تحطيه. يعني ما بصير اول ما تجيبي تطحنيه وتحطيه بتبروير، لازم لا من يعني قبل. كيف بنعمل بتبعت الفلفل مثلا لما نفرم الفلفل على الشيء؟ ممكن هيك يعني عشان الزيوت الطياره بتطير بتروح منه، فنحن عشان الفائده منه بنطحنه قبل ما نستخدمه. ايش فيه بذور الكتان؟ اوميجا 3 طبعا. اوميجا 3 اوميجا 3 بالاضافه للالياف الدائبه والغير دائبه بالمي، فنحن لازم ناخذ منه يوميا، يعني كثير مفيد وللبشره كثير مفيد. تمام، اذا جزر وبذر الكتان. تمام، هلا اجينا على البندوره. البندوره طبعا هي يمكن قلايه البندوره متوفره يعني بشده. البندوره يمكن من يعني بتقدر كل الناس تاكلها لانه هي اسعارها مش كثير غاليه وتقريبا متواجده كل الفصول. صح. يعني بتلاقيها موجوده. هلا البندوره كثير فيها فيتامين سي، فنحن حكينا من الشغلات المهمه كثير للبشره الفيتامين سي. فيها فيتامين سي، واذا كانت صلصه يعني بتكون مركزه اكثر، فبالتالي فيها ماده اللايكومين اللي هي ماده مضاده للاكسده، فبتكون كثير منيحه لصحه البشره. طب رندا، بالاضافه لنسبه السوائل. هل البندوره المطبوخه بتفقد الفيتامين سي الموجود فيها؟ طبعا. هلا من اكثر الفيتامينات اللي بتتعرض للفقد خلال عمليات الطبخ او التحضير هو فيتامين سي. يعني مثلا على سبيل المثال برضه كمان البردقان في نسبه فيتامين سي كثير عاليه طبعا، لكن اذا انا عصرته قبل بفتره وبعدين شربته هو فقد كثير من قيمته الغذائيه. فنحن لازم نعصره بعدين نشربه مباشره. يعني مش شرط اللي بياكل كل يوم قلايه بندوره يكون عنده فيتامين سي لانها مطبوخه، فيحاول ياكل بندوره رو يعني فريش دائما بيكون احسن. هي سلطه او شرحات او هيك اجمالا دائما عمليات الطبخ بتقلل من القيمه الغذائيه للبروتينات. تمام، فنحن بنحاول دائما ناكل الشغلات فريش لانها بتكون قيمتها الغذائيه كثير اكثر. ولا تعصروا عصير الليمون او الجريب فروت او البرتقال او اي شيء فيه فيتامينز قبل بوقت، اعصروه ودايركت. 100%. انا كثير بلاحظ ستات بيوت بيعملوا انهم بيجيبوا الليمون وبيعصروه بحطوه باناني وحطوه بالثلاجه، طب ما هو هيك فقد خلص فقد كل قيمته تقريبا من فيتامين سي. فلا نحن بنعصر قبل ما نستخدم تماما، نفس مبدا بذر الكتان بنطحنه عشان زيوت الطياره قبل بوقت. تمام، والفلفل الحلو. الفلفل الحلو تقريبا هو من اكثر المصادر اللي فيها فيتامين سي من الخضار، سواء كان اخضر او احمر، يعني بجميع اشكاله في فيتامين سي كثير عالي، فنحن بنحاول دائما نكتر منه هو والبندوره. تمام، من ناحيه الخضار يعني الفلفل حتى يعني مش بس زي ما انت قلتي الاحمر الاصفر البرتقالي الاخضر اللي احنا والاخضر كمان الناس على الاخضر كلياته ما في مشكله، كله في فيتامين سي ونسبه مي عاليه والياف. تمام، هلا بالنسبه كمان عندنا للكيوي نفس الشيء، الكيوي والستروبري الفراوله هذول فيهم نسبه فيتامين سي كثير عالي، فنحن لازم نحاول منهم. هلا موسم الفراوله كمان. صح. فلازم نكتر منها لانه هي كثير كمان منيحه للبشره. اذا كمان الكيوي، وعم ناخذ كمان اللي بالمواسم، يعني زي ما قالت رند الفراوله هلا متواجده، فيحاولوا انه يستفيدوا من فيتامين سي الموجود فيها. هلا والموز بالنسبه كمان الموز حكينا عن فيتامين كي موجود برضه كمان بالموز كثير منيح لصحه البشره. الافوكادو برضه كمان موجود لصحه البشره كثير منيح لانه في دهون غير مشبعه، فممتاز يعني. تمام، اوكي. وبالنهايه البطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه برضه هي من النشويات، هي اغلبها بيستخدموها بالشتاء، بس هي كثير مفيده وفيها فيتامين سي اكثر من البطاطا العاديه. فيها فيتامين سي البطاطا؟ فيها فيتامين سي. يعني هاي يمكن معلومة جديدة صراحة، ما بعرف انه موجود فيتامين سي موجود بالبطاطا، بس حلو انه عرفنا اليوم من خلال رند. طيب هلا رند، لما عم نحكي عن هاي المواد الغذائية اللي مفروض انها تكون موجودة يعني بأجسامنا بشكل أكبر، وكمان ممكن انها تساعد على نضارة البشرة،
شو في امور واخطاء غذائيه احنا بنعملها؟ يعني ممكن بناكل هاي المواد بس ما عم نستفيد منها بشكل كبير، شو الاخطاء اللي بوقعوا فيها الناس عدا عن طبخ البندوره مثلا، عصير الحمضيات اللي ممكن قبل بوقت الواحد، كمان حتى عصير الجزر، لانه احنا مثلا مرات كثير بنطلع مطاعم بنقول بنشرب عصير جزر حتى نستفيد منه، بس ممكن يكون معصور من وقت طويل، هيك خلص انتهى موضوع. هلا قولي هو في فيتامين، يعني فيتامين اي لو اخذناه معصور قبل بوقت يعني مش مشكله، مش زي مثلا البندوره، مش زي مثلا نحكي البرتقان بالدرجه الاولى. هلا في كثير سلوكيات بنعملها تغذويه انه نحن بنقعد فترات كثير طويله ما عم ناخذ فواكه، يعني ممكن تمر اسبوع كامل مش ماكله غير حصه واحده فواكه. انا بتحكي عني، انا ما بحب الفواكه ولا الخضار، يعني الكسندرا لا، اقل شيء باليوم حصتين كحد ادنى. يعني هالمواد المضاده للاكسده كثير مفيده لانها لصحتنا، بتحمينا من الجذور الحره، يعني الجذور الحره تكوينها بتعمل تلف للخلايا ويعني بتمنع تجديد الخلايا، فبالتالي نحن بنحاول قد ما نقدر نكثر من المواد المضاده للاكسده. الشاي الاخضر برضه كمان كثير مفيد للبشره، خصوصا لانه في ماده مضاده للاكسده البوليفينول، ف يعني منيح اذا اخذناه بس ما لازم كثير نكثر منه. اكمل مثلا مج اذا بدنا نحكي، او كوبايتين باليوم مش اكثر. ايش ممكن زيادته تعمل؟ لانه زياده الكافيين بياثر بنظافه البشره. هلا من الشغلات اللي بتاثر بالبشره اللي هي حكينا التدخين، الكحول برضه كمان بياثر بنظافه البشره، والتدخين حكينا، وبرضه كمان القهوه والشغلات اللي فيها كافيين برضه كمان بتاثر بنظره البشره. والفواكه لما نعملها سكب خلال النهار ممكن كمان كثير تاثر. ممكن مثلا قلت لك انه يعني فيتامين سي احنا احتياجاتنا له كل يوم لازم ناخذها، لانه من فيتامينات الذئبه بالمي، فبالتالي بدنا كل يوم، يعني ما بتتخزن بالجسم، فبالتالي كل يوم لازم ناخذ احتياجنا منه. تمام، اذا نحاول قدر الامكان نركز على اهم شيء النوم. النوم 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 يعني من 6 ل 8 ساعات لازم ننام، لانه كثير مهمه لنظره البشره. والتمارين الرياضيه كمان لانها بتحمل الدم للخلايا، فبالتالي بتحمل يعني الدم اللي بيكون محمل بالمواد الغذائيه، فبالتالي بتجدد البشره. بيوصل لكل خلايا الجسم من خلال الرياضه، من خلايا الجلديه. بالتمام. تمام، يعني احنا عم نحكي دائما كل السلوكيات الصحيه بحياتنا رح تاثر اكيد على حياتنا، بس نحاول قدر الامكان نركز على تفاصيل اللي خبرتنا اياها رند بلاسي اكيد اخصائيه التغذيه، حتى نتمتع برشاقه وايضا نضاره، ما يكون وجهنا باهت ونحيف وكاتم هيك بالضبط، ونبتعد اكيد عن السلوكيات السلبيه. شكرا لك.